تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة السيد مارك أسبر وزير الدفاع الأمريكي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.